قال لكم غاديين عادي انسان ما عقلو ما عرفو حتى شي حاجه ما عرفو راسهم حتى لقاو راسهم راهم مقلوب بهم تلام ما يعني ما عرفوش راه شنو واش انسان غادي راه هو غادي مسافر ما عليه ما عبيه حتى لقى راسو طايح في معجزه من عند الله انسان اللي بقى راه بقى واللي داه الله الله يرحمه وصافي هذا الشيء اللي كاين والله تعالى ويشافي الجميع غادي يزور غير الوالد ديالو حتى هو اللي مسكين غيدير عمليه هذا الشيء اللي كاين محمد رسول الله عنده مسكين واحد الكتف ديالو كان منصور ليه والظهر ديالو عنده واحد تقسيحة في العمود الفقري راه ولا شويه مزيان شويه الحمد لله اللي سمعنا قال لك كاين المسكين حاله يعني لا يرثى لها زعما اللي طير له رجلوه اللي سميتو واحد النصراني قال لك راه طير ليه يديه ورجليه وسميتو واحد البنت عاوتاني مسكينه طير لها يديها ورجليها ومصرنها قدامها يعني شي حالات خايبه هاد الناس هادو اللي شفناهم زعما شويه الحاله ديالهم مزيانه شويه لاباس لاباس الحمد لله بخير عبد اللطيف نسيبنا سميتو عبد اللطيف واحد السيد تاهو من كازا تاهو مسكين لاباس الحمد لله عنده واحد تقسيحه هنا في الضلوع ديالو ولكن شويه لاباس المهم اللي بقاو بصحتهم وبقاو بالحاله ديال الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى ما الناس كاينين مضرورين بزاف قال لك خمسه ديال الناس اللي زهقوا من هذاك الفاكو الاول اما البقيه كلهم ساكن حاله خايبه قال لك اللي مات واللي زعما تفصل مش امر الله كيتصرف على العباد.